بديت الهواية هذه لأن وأنا صغيرة شوية، ولكن شاركت في المعارض في 2011-2012 بديت، ولكن عندي مدة هكالان جبت شوية هكالان على لسبب ظروف كعائلية وكامل، ولكن الحمد لله دوكا راني عاودت المجال تاعي وراني وليت ننشط في الأمور هذه، وراني نرسم على الحرير ونخدم بانتير، نخدم دي طابلون، نخدم دي فلور، عندي عدة شهادات الحمد لله. يعني الإعاقة عمرها ما حتكون حاجز في أمام أي إنسان، ولا بد الواحد أنه يبرز موهبته في أي مجال. والحمد لله يعني في هذه المناسبة هذه نقول لكل واحد من ذوي الاحتياج الخاصة أنه عمره ولا يحشم بروحه في حاجة، هذا الشيء تاع ربي والحمد لله، وأي إنسان مصاب والحمد لله، ولكن الواحد لازم يبرز روحه ولازم يكون هكا في المستوى والحمد لله. وشكرا شكرا. نخدموا نقراوا مع صابرينا توري ونقراوا مع معلمة حنان ومعنا سي فريدة تاع المسرح. بما شاركتم اليوم تاع الحفلة أدغوزوميك 21 نديرو لا بيسين، نديرو الطبخ الحلويات مع صابرينا. شكون بالمناسبة هذه؟ المناسبة هذه الحمد لله وانا فرحان على هذا، فرحان ومدى بنا حايب تمدو لنا السانتر. نطلب نطلب مساعدة، أنا حايبة مركز بالي، هذه هي نطلب عليها. شكرا. اليوم نحن في دار الثقافة لنشارك إخواننا أصحاب الهمم في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقات. المشاركة تاع مديرية الشباب والرياضة اقتصرت على جوز مؤسسات اللي ينشطوا عندها ذوي الهمم، دار الشباب الإخوة ساكر عن طريق الجمعية، جمعية المصابين بمتلازمة الطاعون، ومع دار الشباب كذلك علي مسيعد بالحروش بمشاركة تقاليد ورسامة مشاركة على مستوى وطني وحائزة على عدة جوائز. نتمنى إن شاء الله في اليوم العالمي لذوي الهمم أن ما نقولوش الدولة، نقولوا الشعب أولا باش يعرف هذه الفئة إن شاء الله، ويحس واش يحسوا هما ولا يحسوا والديهم باللي هادو لازم يكونوا عندهم مكانة في المجتمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم العالمي يعني لذوي الإعاقة، فشاركت جمعية أصدقاء المريض بولاية سكيكدا في هذه التظاهرة الاجتماعية الصحية. هذا التظاهرة هذه إن شاء الله الجمعية دخلت فيها بقوة، خاصة يعني نبين فيها مجموع الخدمات التي تقدمها جمعية أصدقاء المريض لهذه الفئة من المجتمع. وعلى كل حال ركزنا أساسا في هذه في أبواب مفتوحة متنوعة على خدمات الجمعية، ركزنا أساسا على القوقعة السمعية لدى الأطفال، وكذلك الصدر الاصطناعي التعويضي لدى النساء المرضى بسرطان الثدي.